أحسن الله إليكم. هذا يقول هل خروج المذي يفسد الصيام؟ هل خروج المذي؟ خروج المذي، والمذي هو السائل الرقيق الذي يخرج عند التفكر ونحوه، وهو نجس نجاسة مخففة، إذا خرج يجب غسل الذكر ونضح الثوب. وهل يؤثر في الصوم؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن خروج المذي لا يفسد الصوم، سواء كان باختيار الصائم أو بغير اختياره. باختياره مثلا، كأن كان يكلم زوجته وأحس بهذه الحركة واستمر يكلمها وخرج المذي، وليس المني، خرج المذي، فإن صومه لا يفسد على الصحيح. لكن الذي ينبغي أن يمنع نفسه من ذلك وألا يتجارى مع أسباب خروج المذي خروجا من خلاف أهل العلم، وبغير اختياره قد يغلب هذا الشيء على الإنسان بغير اختياره، كنظرة نظرها إلى زوجته فتحرك فخرج المذي، هذا كله لا يضر الصوم. لكن لا ينبغي للصائم أن يتجارى مع الأسباب الداعية إلى خروج المذي. نعم.